بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان، الله يعطيكم الصحة والعافية. هاي جايز، كيف حالكم يا إخوان؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. الله يعطيكم العافية. أول شيء يعني نبارك لكم على الشهر الجميل. إحنا في آخر ثلث الرحمة، وبعد كذا المغفرة، والثلث الأخير العتق من النار. الله يعتقنا جميعا ويكتب لنا الخير والصحة والسعادة والرزق لكم جميعا يا أخواني. طيب، إيش موضوع اليوم؟ قبل ما أتكلم في الموضوع أعتذر لكم بس والله على التأخير، يعني هو أدبيا أنا عارف يعني قناة بسيطة وما هي مهمة، لكن العفو والله سخونة وزكام، والحقيقة بس هي كنصيحة لكم، يعني إذا يعني لا تستهين بها، امشي بالكورس، يعني استخدم الدواء على الفترة اللي حدد لك هي الطبيب أو الصيدلي أو شيء زي كذا. لكن أنا استخدمت مرة واحدة ووقفت 4 أيام، رجع ثاني استخدمتها حبة واحدة وكم يوم، فتنكس الوضع، لكن الحمد لله بخير، والآن منتظم على الدواء وشاطر يعني الحمد لله. طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم حتكلم عن 4 مواضيع. حتكلم عن تجربة الشاحن اللي هو من سبكتروم S2200، يعني رؤوس أقلام، ما بزعجكم في رمضان ومواضيع كثيرة إن شاء الله، يعني تستفيدوا من الوقت في يعني أمور أفضل ويعني الطاعات الحمد لله. طيب، حتكلم عن الشاحن، حتكلم باقي المواضيع عن أسئلة الأخوان، يعني وأنا آسف والله أحيانا في ناس سألوني أسئلة من فترة طويلة، لكن والله يعني ما لقيت وقت، أو يعني سبحان الله نسيان في أني يعني أتكلم عنها، والحقيقة يعني كنت محرج لأنه يعني الطلب يعني ما في مجال اني اتكلم في تفاصيل يعني معالجه مشكله زي انتفاخ البطاريه، هذا احس اسئله اخواني الله يستر عليهم ويحفظهم ان شاء الله. والله خجلت يعني، وفي نفس الوقت ما ابغى يعني اني ما اوضح معلومه للاخوان، بس والله يا اخوان اعذروني ويعني افهموا الفكره. هذا برضو من المواضيع اللي حتكلم فيها، بس حوضح نقطه معينه يعني الله يعطيكم العافيه، وحتفهموا قصدي من اني ما اتكلمت في الموضوع ده. وكمان حتكلم، بعض الاخوان بيقولوا يا ابو بدر موديلات الريسنج فيها دعم كربون فايبر، فيها تيتانيوم، ليش ما استفيد فيها في الفاني؟ مو الدعم هذا قوي؟ طبعا غير صحيح، ما حيفيدك في الفاني، حوضح بالتفصيل النقطة هذه. كمان يعني بعض أسئلة الإخوان على توازن الموديل، ويعني مثلا لو واحد أخذ موديل ريسنج واستخدمه فاني شوية أو سبيد، ففي اختلافات بتصير عليه، إيش يعمل، إيش يعدل فيها. كمان العوامل المساعدة اللي هو الوزن، التاول والكامبر والجايرو برضو عامل مساعد في اتزان الموديل، فيعني حتكلم عنها بس بتفصيل مقارب، ويعني بشرح بعض الموديلات اللي هي تتطابق، وليش ايش الفائدة من التاو والكامبر، درجة الميلان ودرجة الانفراج في التاو، فايش الفائدة منها، كيف انا ممكن استفيد من النقطة هذه من غير ما ازعج نفسي، من غير ما ادخل في التفاصيل. لانه يا اخوان يعني مثلا اذا محبين الريسنج، فهذولا يعني في تمرس على موديل معين ومستمر عليه فترة طويلة، وبينه وبين المجموعة اللي هو مشاركة نصايح ومعلومات، لا اوزن كذا، لا خلي الدرجة كذا، لا الافضل يكون كذا، بيكون عندهم دورات كمان بتساعدهم على تطوير مهارتهم في موديل واحد. وتفاصيل ما حتكون مفيدة لنا كمحبين، يعني هواية، يعني لا مثلا مشاركين في بطولات أو شيء، أو ما نبغى مثلا أزعجكم بتفاصيل خاصة بموديل، وإحنا بنستخدم أكثر من موديل، بس ناخد الفائدة، جزء من الفائدة بتفيدنا في موديلاتنا من غير التفصيل الممل اللي بيكون فيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طيب، نبدأ بالسهل سريع. طيب، أول شيء يعني بالأمانة يا إخوان شحن للبطارية تقريبا في نص ساعة، لأنه هو شحنها في 39 دقيقة بالضبط، بس كنت بقفل وبشيك هل في راجع في الشاحن، هل في مشكلة في البطارية، هل تغذية الشاحن ما هي يعني جيدة بهذا الشكل، لكن الحمد لله رب العالمين
تقريبا مع إغلاق والتشغيل ثاني مرة في 39 دقيقة شحن لي البطارية 6 سل 6500 ملي أمبير، فيعني كان وقت جدا ممتاز مقابل الشواحن اللي كانت عندي أول ساعتين إلا ساعة ونص، بعضها توصل لساعتين وأكثر، يعني سبحان الله. لكن الحمد لله التوفيق من الله، يعني هذه تجربتي. فزي ما أنتم شايفين يا أخوان، هو طبعا البطارية ما هي سبيكتروم، لكن يعتبر يعني بيبين لك الجهد على طول في البطاريات، واستخدمتها الحمد لله وعملت له ستورج وجدا جميل. في الشاحن الحديث هذا اللي هو عملية تشارج، وما بيعطيك يعني بالانس او شيء زي كذا، لا خلاص مجرد تشارج، يعني ما في الاوامر اللي يعني اللي كانت موجودة في الشواحن السابقة، لا خلاص فقط بتختار وبعد كذا بتختار ستارت وبيتم عملية الشحن فقط، يعني ما فيها شيء معقد، الأوامر بسيطة جدا ما فيها يعني التكلف هذا. فزي ما شايفين على طول بيعطيك ستارت، وانت ممكن بتطلع فوق وبتتأكد بتشوف ايش يعني الشحن اللي انت آلية الشحن اللي انت تبغاها، بتضغط ايوه العفو العفو يا اخوان. هذه نقطة كمان يعني خلوا بالكم منها، انا متعود على الشواحن القديمة اللي هي اضغط ضغطة مطولة، ما في هنا ضغطة مطولة، يعني كويس اني وضحت لاي واحد مقتني الشاحن هذا لا يورط الورطة اللي انا فيها هذه. فزي ما تشوفين يا اخوان هي يعني ضغطة واحدة بس، يعني بس مجرد لمس. كيف ارجع طيب تاني؟ شوف يا اخوان زي ما تشايفين، فانت الان يعني هاي زي ما تشوف ضغطه بس، فتضغط ضغطه واحده تمام، وبعدين بيعطيك يا ديسي تشارج اعاده تفريغ ويا يعطيك تشارج يا يعطيك زي ما تشايفين ستورج اللي هو شحن الحفظ. فمجرد انت بتختار، اخترت شحن الحفظ، بعد كذا بتنزل عند العفو بتنزل عند ستارت، ونفس الشيء ضغطة واحدة زي ما شايفين، يعني مو تعلق زي ما كنت اسويها في الشواحن القديمة. فخلاص فابدأ عملية الشحن، ضغطة تجد كذا توقف تمام، يعني يمكن هذا يحتاج ضغطة مطولة، يعني عموما اللي بيستخدم الشاحن حيعرف التفاصيل هذه. فهذا موضوع الشاحن، الله يعطيكم العافية، ممتاز جدا والحقيقة يعني التوفيق من الله الحمد لله. طيب وعندكم ان شاء الله الاحسن. طيب يا اخوان ايش الموضوع الثاني؟ ايوه موضوع البطاريات المنفوخه. طيب صلوا على النبي. اول شيء يا اخوان يعني هذه النقطه ما يعني ما حستفيد من شرحها لكم لانه فيها مخاطر عاليه جدا جدا جدا، فيعني لو استفاد منها ان شاء الله 100 وواحد لا سمح الله صارت له مشكلة فالذنب علي، فأنا آسف سامحوني والله العظيم، لأن ما هي طريقة يعني سهلة ولا هي طريقة يعني آمنة، ما هي آمنة يا أخوان. لاحظوا أيونات الليثيوم لو تعرضت لهواء انكشفت، بس تعرضت لهواء اشتعلت. لو مسمار، طبعا هذه هارد كيس مغطاية لكن بشكل عام بتفك الهارد كيس، طب انا ما بتكلم عن شرحها بس بتفك وبعد كده بتفصل يعني سل عن سل، وممكن يعني انا ما بشرح بس بوضح لكم المساله، انا ما بكمل الشرح عفوا، بس بوضح لكم المساله خطيره جدا، واي غلطه فيها حيكون في اشتعال وانفجار، وانا والله ما ابغى اضر احد بشيء، فانا اسف سامحني الأخ الكريم اللي طلب حل مشاكل انتفاخ البطارية. هو في حل يعني أحيانا يضبط، إذا صار في انتفاخ اشحنها ستورج وخليها كم شهر وشيك. أحيانا الانتفاخ صارت معايا في بطاريات ماكس إمبس وبعض البطاريات رجع الانتفاخ نزل، إنما الحل السريع بالتنسيم اللي يصير بمشارط وتفك وحتى تفصل سل التالف وتركب، لا هذه يعني فيها مخاطر عالية جدا، وما حيقدر يعني
اللي بيسويها متخصص، والمتخصص يعني في صيانة وتغيير السلات، يعني في ناس متخصصين في أكثر من دولة، يعني سبحان الله في يعني. فهذا أمر ثاني، يعني هذا عمله، يعني ممكن تلقى في بعض الدول في مثلا متجر لصيانة البطاريات، وممكن سبحان الله يعني إذا كانت يعني آمنة بهذا الشكل مع فني. لكن إني أشرحها لكم لشخص عادي يستخدم، أنا نفسي خايف أسويها بصراحة. فيعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واعتذر لأخونا الحبيب هذا، وأرجو أنه يعني يقدر كلامي، لأنه أنا كذا حضر الناس، يعني يعني البعض حيقول والله فكرة وخليني أجرب، لا لا لا، هذه انفجار وحرائق لا سمح الله. فأنا آسف، بس حبيت أني أوضح لكم يا أخواني، وسامحوني على اللخبطة في الفيديو، والله أني تعبان الحمد لله. طيب هذه نصيحة لإخوان، والله أني تعبان، ما حتى لسه ركبت الإكس ماكس. نصيحة يا إخواني لكم، بتعمل صيانة نظف، يعني جاتك فرصة أنك تفك أجزاء في الموديل نظف، ده صرت عندك أجزاء أصبحت مكشوفة الآن، طلع شيل الرمل ففرص يعني في عملية الصيانة نظف. وهو عموما يعني كيف تعمل صيانة والموديل كله تراب وبهدلة ورمال؟ وزي ما أوضح لكم دائما في عملية الغسيل يا إخوان، اقلب الموديل وانفضه، اي موديل يكون عندك ترى لا الهواء ولا الغسيل بالمويه ولا اي شيء حيشيل لك بعض الحجار اللي ماسكه في اجزاء داخل الموديل اللي بتسبب لك تاكل وتلف لا سمح الله. فاقلب الموديل وهزه، حتكتشف اشياء عجيبه في حجار موجوده داخل الموديل. طيب ايش الموضوعين الثانيه؟ استفسار بعض الاخوان عن موديلات الريسنج، انك ليش موديل الريسنج بالدعم هذا اللي فيه كربون فايبر تيتانيوم، يعني بيكون زي مثلا عندي زي ما انتم شايفين المجنسيكي هذا، يعني هذه القطع كلها غيرتها بكربون فايبر من الشركة، يعني كلها من الشركة. وهذه كمان نقطة، موديلات الريسنج حتلقى قطعها من الشركة، دعم ثاني وثالث من الشركة، ما حتلقاها برا، نادر جدا نادر جدا، لانه 1% بيستخدموا موديلات الريسنج في العالم كله، من يعني 20% من انواع مختلفه من موديلات الريسنج، 80% او اكثر فني. الناس تبغى يعني تخرج الطاقه السلبيه، تبتسم شويه، فهذه هي الفكره. وحتى الريسنج ترى يعني في ابتسامه من الانجازات اللي بتسويها من الاداء الجميل، بس سبحان الله يعني كاشتراك وحلبات، ففي يعني ضغوط نفسيه من انك تجتاز، انك تكون جيد، ما تتفشل، يعني سبحان الله. المهم فيعني بستفسر هذا الدعم. طيب باختصار شديد، الدعم هذا يا اخوان بسيط وخفيف، وما هو متين وما هو قوي بالشكل اللي انت متخيله، لكن لانه هو مخصص لموديلات ريسنج. موديلات ريسنج زي 1/8 كلها باربعة سل، حتى لو بتركب عليها الكترونيات 6 سل كلها باربعة سل. ليه؟ محدودية الحلبة في الحركة، ما في مجال للضغط والسرعة الزيادة، الوزن مناسب على السرعة دي، لاحظ الوزن مناسب على هذه السرعة، لو زادت السرعة في اختلاف في الوزن حسب الضغط والحركة. ف يعني اللي أبغى أوضحه أنه الدعم ده مناسب للريسنج، للموديلات بوزن معين خفيف، مطلوب جدا تعديل الوزن وموازنته في الامام والخلف في اجهزه، انا وضحتها قبل كده، طبعا كانت موجوده لقيتها في ايمان هوبي، وبعد كده يعني احد من الاخوان اخذها الله يبارك له طبعا. فانا بطلبها، صحيح اني ماني مشارك ولا بطل الحاره حتى في، لكن يعني مفيده، بتديك يعني كم النسبه في وزن الجزء الامامي والخلفي. وحتلاحظوها في محبين الدريفت، يعني بيقول له كيف بتستخدم الموديل، يعني كيف او باي طريقه، فبيقول له انا 50-50، بعضهم يقول انا 50-60، انا يعني كيف 50-60، هذا اكثر من 100، يعني اقصد 60-40. فالمهم كل واحد مناسب عنده درجه معينه من الموازنه
مناسبة مع أداؤه وأسلوبه في حركة الموديل. وفي النهاية في النهاية المجموعة هذه كلها واحد بيجتاز، فاعرف إنه كل واحد بيسوق بطريقة معينة، هذه حسب مهارته، حسب يعني المناسب له في الحركة. أنا دخلت في سوالف ثانية، الله المستعان. المهم يا إخوان، فيعني دعم الريسنج مختلف تماما حتى في الزيوت. يعني مثلا انا معايا موديل ريسنج ابغى استخدمه فني 6 سل، ضغط قوي وتلف. اول حاجه الضغط، الماكينه حيكون صوتها عالي. ليه؟ لانه انت، انا والله نسيت كم بينحط، زي ما انت شايفين 7000، هذا في النص الديفرنس الوسط، هذه كم على ما تفتكر؟ لا 10000. العفو يا اخوان، هو دائما الاعلى بيكون، عشان والله ناسفه، لانه عندي مثلا البقي من اكسري كان اعتقد 7 في النص، لكن في الغالب هنا حيكون الاكثر اللي في النص، اللي هو بيدي له الموديل طاقه اللي هو الاكثر 10000 سي اس تي، فهذا في النص 10000. يعني الفني 100000 سي اس تي بيكون، والامام والخلف 10 10، هذول هذا لاحظوا 7 في الغالب حتكون. فين يا ابو بدر؟ والله ماني متاكد، يمكن في الخلف. لاحظوا هنا كم، هذه كم، هذه كمان 10000. طيب كويس، ما في مشكله، حيكون 10000 10000 و7 في الخلف في الغالب بهذا الشكل، يعني حسب ما افتكر. ام الكتالوج بيبين، بس يعني عشان بس اوضح لك شيء. ففين الطاقه دي؟ 10000 10000 و10 10 7، يعني ما هو يعني حتى 6 سل صوتها عالي على يعني درجة لزوجة الزيوت، فما هي مناسبة يا إخوان. وكمان ملاحظة، صحيح أنا بشوف دعم كاربون فايبر لبعض موديلات الفاني بس بيكون سميك. بعدين شيء ثاني، يعني هو بيستخدم الفاني بس ما بيدخل في الموية، إذا ما بيدخل في الموية كويس. لأنه يا إخوان يعني الكربون فايبر زي ما انت شايفين، هذا الكربون فايبر زي ما انت شايفين، كربون فايبر هنا نفس الشيء، الكربون فايبر يا اخوان ما ينفع تنزل فيه في المويه. هو ايش؟ عباره عن خيوط كربون فايبر ومضغوطه بماده رتنجيه تحت ضغط عالي جدا، فبتعطيك متانه وبيكون اخف من يعني المعدن نفسه، سواء كان بلاستيك او حديد. فيعني هذه ميزته، لكن بالسمك ده مناسب لأداء الريسنج، ما هو قوي لأداء الفني، فاهمين يا أخوان؟ ونفس الشيء تيتانيوم، أخف وأقوى من الحديد، لكنه يعني ما هو بالمتانة اللي مناسبة لي يعني لموديلات الفني، ما هي مناسبة، بتكون ضعيف سمكه أقل. وبالنسبة للكربون فايبر، والله أني قاعد أشكل فيكم يا أخوان سامحوني، بالنسبة للكربون فايبر المويه حتتخلي، تعرفين القطعة عادة تتنفخ الكربون فايبر، فحتتلفها، لأنه زي ما وضحت لكم مادة رتنجية ومضغوطة بضغط حراري قوي جدا مع الخيوط الكربون فايبر. لكن لو جاله مويه بتشرب القطعة نفسها المويه زي الاسفنجة يا إخوان. فما ما ما هي نصيحة إنك حتى في موديلات الفاني تستخدم دعم كربون فايبر وتدخل في الموديل في المويه، هيتلف. هذه نصيحه لكم يا اخوان، يلا يعطيكم العافيه. تمام، فواضح الامر ان شاء الله. في النقطه الثالثه لاخواننا اللي بيقولوا ليش ما تدعم، ليش ما استفيد، يعني انا وضحت لكم هذا الموديل، قد استاذنت يعني هذا موغن سيكي الياباني الترقي، هذا استاذنت مستر آدم يعني السائق الرسمي لموغن سيكي، قلت له أنا بستخدمه في الفاني شوية، في مشكلة؟ قال لي لا ما في مشكلة، يعني بس ب4 سل، يعني طبعا هو توضيحه يعني بنفس الطاقة، ما قال لي كده، بس واضح المسألة. فيعني ب4 سل، وزن خفيف، إطارات خاصة بالرمال، بس بستخدمها في الاسفلت خاصة بالرمال في أداء الريسنج. تمام يا اخوان، فما هي الحجم الكبير اللي بيكون ضاغط على الشفتات اللي هي بوزن وحجم معين، صحيح انها ممكن تكون اقوى واجود من الحديد او المعادن اللي بتستخدم، لكنها بسمك معين فبتكون اضعف. فيعني اعرف انه في اختلاف حتى في هذه اللي حتكلم فيه في التاول كامبر، لانه بيستخدم في الريسنج بشكل كبير.
فأوضح لكم ليش أحيانا أنت بتستخدم موديل ريسينج في الفاني وبتسرع فيه، فبتلاقي الموديل حركته كذا بتمايل معاك، تستغرب هذا موديل ريسينج ويعني مفروض يكون ثابت معايا، لا أنت زودت السرعة فصار في ضغط على الإطارات فتغير التاو فيها. أنا أوضح لكم يا أوضح لكم رغم إني تكلمت في النقاط هذه في موضوع في قصص أو في قصص إيش في فيديوهات سامحوني عفوا في فيديوهات سابقة فيعني على التاو الكامبر، لكن أنا بوضح لكم إياه بشكل أسهل يعني حتى تكون يعني يتقبلوها إخواننا حتى جدد بشكل أكبر اللي داخلين في الهواية، يعني كمعلومة جميلة والله يا إخوان استفيدوا منها. ما هي يعني ما هي شيء مزعج، يعني خذوها بشكل خفيف. التاو والكامبر ايش هم؟ التاو درجه الانفراج، زي ما انتم شايفين الانفراج اللي بيكون بين الاطار والثاني انفراج، تمام؟ فهذا التاو ممكن يكون زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثه، يعني في النادر زائد، بس بيكون فهذا مفيد في موديلات الفاني وموديلات الريسينج انواع مختلفه، وممكن ما بيفيد في بعض الفاني في السبيد ما حيفيدك في السبيد المطلق ما حيفيدك، لكن حتلقى يا ابو بدر والله انا عندي موديل فيه انفراج وبستخدم في السبيد وما في مشكله. طيب هي الفكره انك تفهم ايش اللي بيصير بعد الحركه. في موديلات بعد الحركه تاو 1 زائد 1 بيصير زيرو، وبيصير معاك الموديل في السرعة العالية مستقيم وما عندك أي مشكلة، تمام يا أخوان؟ فهمت الفكرة؟ فبس معلش أبوضح إيش اللي هو يعني التاو الكامبر، وبعدين زي ما وضحت لكم الانفراج ودرجة الميلان الكامبر بتساعد في إيش أو إيش هي اللي هي درجة الميلان. طب أوضح إيش الفائدة. الانفراج في التاو بيخلي لك الموديل ستاند باي وجاهز لأي التفاف، فمفيد في إيش؟ إيش الموديلات اللي موجودة عندنا بهذه الطريقة؟ دريفت، الدريفت تاو كامبر في الأمام وفي الخلف، ويعني ليه؟ عشان ثبات الموديل، الموديل بينجرف وبتصير فيه ميلان، وصح أنت بتشوفه بطيء لكن برضو في الحركة دي بيكون في ميلان في جسم الموديل، فدرجة الميلان في الكامبر بتخلي الجزء ده طول الوقت متلامس في الأرض، وحتلقى بعض الإطارات بيضاوية وبعض الإطارات يعني مسطحة فيها انقسام. على كل هذه الفكرة، كل هذه الله المستعان، كل هذه الفكرة يا إخوان حتى يكون الإطار متلامس طول الوقت في الأرض. ليش؟ حتى يكون أداء الدريفت ممتاز، مهم جدا مهم جدا. لكن في الفاني أنت لو زودت درجة الميلان في الفاني، أنا بقول لكم في الفاني دحين عشان بس ما لخبطكم ناخذها شيء شيء، زودت درجة الميلان فمثلا في الإكس ماكس في الأمام وفي الخلف، أول ما عرض في الموديل حينقلب 20 مرة لأنه ثابت. لا أنا ما أبغى كذا، يعني كمان استفيدوا منها، استمتع في الفكرة دي. درجة الميلان مثلا عندك موديل فاني وفي درجة ميلان، وانت تبى تعرض بالموديل من الخلف تبى تعمل حركة فيها تعريض، نخفف درجة الميلان بدل ما هي مثلا زائد واحد خليها زيرو، أو زائد اثنين خليها زائد مثلا عفوا، لأنه هي طبعا للداخل بتكون بالعفو أنا آسف، اللي بالداخل بيكون بالماينس يا أخوان فاهمين؟ يعني على أساس بس في شرح، أنا آسف بس في التوضيح، للخارج حيكون بالزايد. طبعا بالزايد كيف تصير دي؟ يعني ما هي صحيحة أبدا، ما 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 هي أمر مستخدم اللي هو بالزايد، تمام؟ فحيكون بالماينس، فحيكون بماينس واحد ماينس اثنين خليه ماينس واحد، هيعرض معاك الموديل من الخلف وتستمتع في أدائك اللي انت تبى تستفيد منه. فموديلات الدريفت جاهز الموديل لأي التفاف فبيكون فيها انفراج، موديلات الفاني بتكون جاهز لأي التفاف وبرضو يعني في أداء الفاني فجأة عرضت بالموديل، فانت عارفين أداء الفاني بشكل عام، فيعرف انه النقاط هذه فيها فوائد.
يا درجة الانفراج بتساعدك على يعني جاهزية الموديل لأي التفاف، ودرجة الميلان على بتساعدك في الثبات. طيب ليش في الخلف في ماينس في التاو؟ ليش؟ لو تلاحظوا أغلب الموديلات، حتى موديلات الفني هتلقى يعني، إلا بعض الموديلات بتلقى حتى التاو في الخلف داخل لبعضه، في يعني ما في انفراج في التقاء الإطارات يعني. ليش؟ هذا عامل مساعد في رساوة الجزء الخلفي، في الجزء الخلفي مو في الأمام، في الجزء الخلفي. فهذه جزء من الأمور الهامة جدا حتى في موديلات الفاني هتلقاها، لأنه الأمر هذا بيساعد، ولا الموديل يلعب معك يعني، مو مسألة تعريض، لا لا، بتكون أسوأ يعني، بيعرض معك الموديل، بيكون أداؤه مو مفهوم. فهذا ما يعني ما هي يعني ما هي آلية في صناعة ومقاييس موديلات الار سي كار، ما حيكون يعني حيكون عيب في الموديل، حيشتكوا منه الناس. فاعرف انه هذا اساسي، التقاء بسيط ممكن تخففه شوية بيساعدك في برضو أرجحة الموديل من الخلف حسب أداك، حسب اللي بتستخدمه. فأتمنى تكون التوضيحات هذه مفيدة لكم يا إخوان. بتستخدم موديل ريسينج زي ما وضحت لكم، مثلا هذا مثال، بتستخدم موديل ريسينج اللي هو من اللي يجي ار تي ار جاهز بالكامل موكت، تمام، ويعني اداؤه جميل. اول ما استخدمت في الموديل شديت فيه صار الموديل يتمايل معك، اختلف التاو. زي ما وضحت لكم في موديلات بيكون التاو زائد، لما تشد صار زيرو، فمع السرعه يكون ممتاز. طيب في موديلات بيكون ريسينج بيكون التاو زيرو، لما تشد صار بالماينس، يعني في مشكلة في ممكن يكون البارات الخلفية مرخية بزيادة، أو في عيب في الصناعة، أو وات إفر، بلاش نقول عيب يعني، بتكون هي مجهزة لأداء محدود، فما حيكون في يعني آلية معينة مكلفة، الله أعلم حاجة زي كده. فلما بتشد بالموديل بيصير في التقاء في الإطارات من الأمام، وتشتكي وتقول والله الموديل سيء، وإيش الموديل أنا أخذته؟ والله ما هو سيء، هو مهيأ لشيء أمر معين. طب أوكي أنا إيش أسوي؟ بسيطة، في بارات شدها وخلي التاو زائد، ما في بارات شوف دعم للموديل، هتلقى دعم للموديل، وخذ له بارات أو ألف له بارات ما يحتاج، إذا كان البساتم حقها الكبس بيكون واحد، المقاس أهم حاجة تأكد منه، وركب لها بارات وعدل في وزن التاو، وحيكون معاك في الشد وفي السرعة العالية الموديل متزن وما في أي مشكلة. بالإضافة يا إخوان لدعم اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه دايما، دعم الجايرو اللي هو تدخل يعني الأنظمة المساعدة في اتزان الموديل. فجايرو عندك، جايرو سبيكتروم، عندك تي اس ام من تريكسس، عندك جايرو من شركات أخرى، مثلا حتى اتش بي اي عندها جايرو قديم. في طبعا غير الجايرو حق موديلات الدريفت اللي بيكون يكومو، شركات أخرى بتدعم نوعية جايرو الدريفت اللي هي مختلفة عن جايرو الموديلات الأكبر منها، أو اللي هي ما هي دريفت، لأنه جايرو الدريفت مختلف تماما عن جايرو الموديلات الثانية، حتى اللي بتستخدم في موديلات البقي، حتى اللي بتستخدم عفوا في موديلات أخرى زي الإكس ماكس، زي يعني موديلات الفني، فبتكون مختلفة تماما عن يعني الدريفت. لو هتلاحظوا الموديل هذا جاب زي ما تشايفين إسبار بلاستيك، تمام، زي ما تشايفين. هذا كان توضيح لإخواننا اللي كمان بيقتنوا موديلات فاني عفوا ريسينج، ومع الضغط بتتلف عليهم، فاعرف انها لضغط خفيف، وهي بتكون انعم على البنيان الثاني اللي في الماكينة، واقل من ازعاج وادق كمان، ويعني ما هي مزعجة. لكن لما تستخدم الموديل في طاقة وبقوة أكبر فهتتلف عليك، فيفضل أو زي ما نشايفين من نفس موجن سيكي، وهذه موجن سيكي، هذه بتيجي مع الكت في التركيب، وهذه يا إخوان قد أنا أساسا قرأت الموديل قبل ما
اقتني واخذتها، اخذت في واحده راكبه هنا وفي الثانيه هذه، الله يعطيكم العافيه والصحه. فهذه كمان نقطه، قبل ما تقتني موديل وتقرا عنه ممتاز، اعرف الاشياء المهمه اللي من البدايه ممكن تاخذها، وبعدين تقدر تاخذ قطع واشياء اخرى حتى يعني تكون متوفرة عندك في الفترة اللي انت بتحتاجها، وما حتكون متوفرة في السوق، ممكن بتكون لسه ما اتصنعت، الانتاج ضعيف، اي مشكلة من المشاكل اللي انتو عارفينها في هوايتنا هذه، تأخير القطع، عدم توفرها في السوق، فجأة موديل وقف، الله المستعان. زي ما انتو عارفين هوايتنا هذه يعني يا اخوان فيها تحديات كثيرة جدا، يعني ممكن تاخذ موديل وما تكتشف له قطع، او قطع ما هي موجوده في المواقع، او في موقع بيكون صعب حتى التعامل معاه، او تحاول تالف لها من موديل ثاني. فهذه هوايتنا سبحان الله، لكن بتستمتع. وهذه الميزه في الهوايه، بتنمي مخك وافكارك، وبتستفيد من معلومات جميله. لا اطول عليكم، الله يعطيكم العافيه والصحه ويحفظكم يا اخواني. تحياتي ابو بدر، اخوكم ياسر بجهموم، في امان الله. باي باي جايز، مع السلامه.